السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، احترامي ليك. حياك الله. احترامي ليك. بارك الله فيك. عزيز يا أستاذ، راك عزيز، راك عزيز. أكرمك الله سيدي. راه مدة سنين وأنا كنتسنت البرنامج ديالك، ولكن الحظ ما كيساعدنيش، واليوم عساعدني الحظ الحمد لله. يا مرحبا. باش نتكلم معك، هذا زيتوني من مدينة القنيطرة العام سيدي. أهلا وسهلا بك خويا، أهلا. الله يجازيك بخير ويجازي الطاقم التقني ديالك ويجازي الناس اللي دايرين بيك، والله يطول لك في العمر. بارك الله فيك مولاي. وراك أستاذ مشاعر ديال، راك ديال الأمة، ديال الأمة، تبارك الله. أستاذ تبارك الله. ما عندي ما نسالك، ما عندي ما نسالك. بارك الله فيك. استغفر الله. الله يبارك فيك مولاي. وراني كنهضر معك والدموع ديالي حاضرين باش اتصل بك يا أستاذ. لا إله إلا الله. الله يبارك فيك. لا إله والله إلا عندي يعني حصل لي واحد الشرف كبير باش شد لي الخط اليوم. راني عيد. الله يكبر بك. كان والحمد لله، الحمد لله، افضل من افضل الله تبارك وتعالى، ولله الحمد، الحمد لله. اعزك الله. راك مشكور استاذ، راك مشكور. بغيت تدير لي واحد الدعوه للوليدات. يا ربي يا ربي يا كريم. واحد الدعوه للوليدات. الحمد لله، الحمد لله، انا بصحه جيده تبارك الله، ولله الحمد. وكان يعني كان كنخدم وكان كنقري وكنكتي وكنصباط وقريت وكبروا الدراري وخرجتهم، ولكن الله الله. سي زيتوني للاسف انقطع الخط. معذره خويا الزيتوني، معذره. أول حاجة كنشكرك على هذه الانطباعات الجميلة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بارك الله فيك أخي زيتوني، وكنحييك على الطاقة الإيجابية اللي عندك. فهمت من السؤال ديالك سي زيتوني أنك سنوات من التعب والشقاء والعطاء كبرتي الوليدات، ولما قلت ولكن انقطع الخط، وذلك ولكن وراءها ثلاث نقط حذف، معنى أن ربما النتيجة ربما قد لم تسرك، وربما وجدت بعض المتاعب. فأخي الزيتوني، هذه الحقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا خصنا نفهموها ونقبلوها هكذا. ماشي دائما درت الصلاح غادي نزرع دائما الصلاح. راه أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو السفن. السفن هو الربان، لأن السفن هي غير عاقل، ولكن السفين هو ربان. السفينة عاقل، عنده إرادة ولكن يقهر، رغم إرادته وعزيمته يقهر. تجري الرياح بما لا تشتهي السفين. فأحيانا نسعى في الدنيا في الخير ونبذل جهود كبيرة، ولكن قد لا نجد من يعترف لنا بجهودنا، قد لا نجد من ينكر الخير وينكر المعروف. فهذا أمر طبيعي، لا ينبغي للإنسان أن يقلق ولا ينبغي له أن يحزن. هكذا الدنيا خلقت وجبلت على المتناقضات، ربنا سبحانه وتعالى خلقها هكذا. هناك يا أخي زيتوني عالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. عالم الآخرة هو العالم اللي فيه المثل وفيه القيم وفيه الصلاح وفيه الفلاح وفيه الحقائق كلها، وهو أزلي ويبقى خالدين فيها أبدا. أما الدنيا فديما فيها المتناقضات، ومن رحمة الله عز وجل أن جعلها صغيرة وقصيرة المدى. غدا أو بعد غد سوف نودع جميعا، احنا غير مسافرين، ومن رحمة الله تعالى أنه جعلها قصيرة. تصور معي لو كانت الدنيا فيها مئة سنين أو ألف سنين، سوف نصاب بالملل والجزع. إلى شي واحد ظلم ومشى للمحكمة ولم ينصف لما نغيشكي، ولا شي واحد ضاع في حقوقه أو تم الاعتداء عليه، على من غادي يبكي؟ ربنا عز وجل دار لنا حياة قصيرة، ثم بعد ذلك هناك محاكم في الدار الآخرة، وهناك عوالم أخرى غنتحدث عليها إن شاء الله لما نتأمل في تفسير آيات القرآن الكريم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فأخي الزيتوني، بغيتك أخي تبقى هكذا متفائل، خليك متفائل. وكلتي وشربتي وصبتي خليها لله، ولا الوليدات ربما كانت شي امور ماشي هي هذيك، نستعين على امورنا بالدعاء. ربي عز وجل قال لك ما تحزن ما تخاف ولو تكون عندك هفوات، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
الدعاء، دعي الله تعالى الله يهدي ما خلق والله يصلح والله يصوب، وربي عز وجل سوف يريك عجائب قدرته. فأسأل الله الكريم أخي الزيتوني الله يجعل قلبك دائما نابض بالإيمان ونابض باليقين، وأسأل الله أن يطرح البركة في أولادك وبناتك، وأن ينبتهم نبتا حسنا، ويجعلهم طوع بنانك، وأن يقر عينك بهم أجمعين، ويصلحهم ويجعلهم فالحين طيبين مباركين. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.